تحدث أكثر عن هذا المكان؟ إن هذه القبة من اليسار الصغيرة تحتوي على اثنين من الضفات، اثنين من ملوك العراق اللي حكموا العراق، أولهم الملك غازي، ثاني ملوك العراق، حكم العراق من سنة 1933 إلى 1939. الملك غازي كان يمتاز بالشجاعة، يمتاز بالعبقرية، يمتاز بالذكاء. الملك غازي كان من أهم، بعد والده هو المؤسس العراقية، من أهم من مشى في طريق والده في تأسيس وتعميق الدولة العراقية وبنائها وإنشائها. الملك غازي كانت فترة حكمه ست سنوات. نعم. كان الملك غازي من محبوب من كل الشعب العراقي، كبارا وصغارا، نساء ورجالا، أطفالا وشيوخا. فالملك غازي عندما توفي في الحادث المعروف في سيارته، فشيع الملك غازي من مكان إقامته إلى المقبرة الملكية، فأطلقت عليه أهزوجة هي طويلة، ولكن مطلعها الله أكبر يا عرب، غازي فقد من داره واهتزت أركان السماء من دعمة السيارة في بكاء يعني من القلب وقهر، يعني كأنما العراقيين كل العراق أنه فقدوا شخص من عندهم مو ملكهم، كان هكذا محبوب الملك غازي رحم الله. الملك غازي ويليه وفي جواره الملك فيصل الثاني، آخر ملوك العراق، تتوج على عرش العراق سنة 1953، وتوفي أثر حادث الانقلاب سنة 14 تموز 1958، وكان هذا آخر ملوك العراق. كانت مدة الحكم مالته خمس سنوات مدة الحكم مالته. هنا الملك غازي، الملك فيصل الثاني عفوا، كان أصغر ملك في العراق. نعم. وتولى على الحكم فترة قليلة، وسار في نفس مسير جدة، نفس النهج. نعم. إذا مو كان تطور أكثر. نعم. ولكن شاء القدر أن يكون قدر هكذا، رحم الله الملك فيصل الأول والملك غازي والملك فيصل الثاني وكل العائلة.